لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يواجه فريق الوداد مستضيفه نادي ساغرادا إسبرانسا الأنغولي، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. ويبحث فريق الوداد عن العودة بنتيجة إيجابية، وذلك للمنافسة على المركز الأول ضمن المجموعة الرابعة، حيث ضمن التأهل إلى الدور الربع النهائي إلى جانب نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي. ويذكر بأن فريق الوداد يحصل المركز الثاني بتسع نقاط، بينما يحصل نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي المركز الأول بعشر نقاط. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين اليوم السبت انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الثالثة، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.